بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد آمين. أهلا بكم معنا في لقائنا الأسبوعي في اجتماعنا العام. تفضلوا نصلي مع بعض. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ظهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا نسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل رب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وتيت بنا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخافين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات رزقنا إياها، أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنينا من الشرير، بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي ابنك الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرام والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي ليك الآن وكل أوان ظهر الظهور كلها آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك مثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسمه من خطيئتي، طهرني لاني عارف باسمي وخطيتي قدامي في كل حين. لك وحدك اخطات والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في اقوالك وتغلب اذا حكمت، لاني هين ذا بالاثام حب لبيب الخطايا ولدتني امي. لك هكذا قد احببت الحق اذا وضحت لي غوامض حكمتك مستورات، انضح علي بزفاك فاطهر، اغسلني فابيض اكثر من الثلج، اسمعني سرورا فرحا تبتهج عظامي منصحك، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل اثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، روحا مستقيما جدد في احشائي، لا يطرحني قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رياسة عاضدني فأعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله لا خلاص فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وانتقني بتسبيحك، لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تصر بمحرقات فالذبيحة لله الروح منصحك، قلب منكسر ومتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسيرتك على صهيون والتبنى أسوار أورشليم. حينئذ تصر ذبائح العدل قربان المحرقات، حينئذ يقربون على ذبائحك العبول. هللويا. شوي سنان تسبعت وصلات النوم مبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجوه أن يغفر لنا خطايانا آمين. المزامير أبينا داود النبي وملك بركاته علينا آمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين لصوت تضرعي، إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن ما عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، تمسكت نفسي بناموسك، انتظرت نفسي الرب من محر الصبح إلى الليل، من محر الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب وعظيم هو خلاصه، هو يبتدي إسرائيل من كل آثام. هللويا. يا رب إليك صرخت فاستمع لي، انصت إلى صوت تضرعي إذ ما صرخت إليك، تستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية، ضع يا رب حافظا لثمي وبابا حصينا لشفتي، لا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلى البلال في الخطايا مع ناس فاعلي الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم، فليقدمني الصديق برحمة ويبخني وأما زيت الخاطي فليدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت إخوانهم عند الصخرة، يسمعون كلمات لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبدد عظامهم عند الجحيم، لأن عنينا عليك يا رب، يا رب عليك توكلت فلا تقتل نفسي، احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن شكوك فاعلي الإثم،
يسقط خطاه في شبكهم وأكون أنا وحدي حتى يجوز الإثم. هللويا. آخر مزمور في صلاة النوم: سبح الرب يا أورشليم، سبح الآتي يا صهيون، أنا قد قوى مغاليق أبوابك وبارك بنيك فيك، الذي جعل تخومك في سلام، يملأك من شحم الحنطة، الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف والمضي الضباب كالرماد ويلقي الجليد مثل الفتات. قدامك برضو من يقوم يرسل كلمته فتذيب وتهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفرضه وأحكامه لإسرائيل، ولم يصنع هكذا بكل الأمم وأحكامه لم يوضحها لهم. هللويا. دوكساس يوثيوس من قدوس 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 الإنجيل لمعلمنا ماري لو البشير بركاته علينا آمين. وإذ إنسان كان بورشليم اسمه سمعان، هذا الإنسان كان برا تقيا توقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس إنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب، فأقبل بالروح للهيكل. ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. والمجد لله دائما أبدا آمين. تين أوش تين موكوي خريستوس نين بكيوتنا غافوس نين بيبن ماي ثواب جيكي اكسوتي امون عينا. هو ذا انا عتيدا اكفى من الديان العادل مرعوب ومرتعب من كثرة ذنوبي، لان العمر منقضي في الملاهي استوجب الدينونة. لكن طوبي يا نفسي ودمت في الارض ساكنة، لان التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموتى من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل، تضرعي للمخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني. روكسا باتري كي ايو كي اغيب نماتي. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا، لكان لك يا نفسي حجة واضحة لاجزا كشفت أفعالك الرضية وشرورك القبيحة أمام الديان العادل. فأي جواب تجيبي وأنت على سرير الخطايا منطرح في إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشى، نوشع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراكض على فراشي المتهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشار قارع عن صدري قائلا: اللهم اغفر لي فإني خاطئ. كينين كأيك سوسيون أستونيون آمين. أيتها العذراء الطاهرة، اسبري ذلك السريع المعونة على عبد قبادي أمواج الأفكار رضية عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، أنها استرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدك ينبوع الحياة ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا ومتزايد بركة، اسمك القدوس لمجد الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين. سمعني الله مخلصنا، هي رجائك ترى الأرض كلها. أنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنا اللي برك يا رب دايما الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا صرخت للرب وقلت ارحمني وخلص نفسي لأني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، إنك أنت وإلهي وعندك ينبوع الحياة، فبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك لمستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء والآن الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الندوات وحقك في كل ليلة. نسألك يا رب يسوع المسيح يا حامل الله يا حامل خطية العالم، اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. كريا ليسون كريا ليسون. قدوس 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 رب السبعوت السماء والأرض المؤتين مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معانا لأنه ليس لينا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لينا يا رب عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لينا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب ولك خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لينا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لمذنبين ألينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ليك الملك والقوة والمجد الأبد آمين. يا رب جميع ما أخطينا به إليك في هذا اليوم إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس فاصفح واغفر لينا من أجل اسمك القدوس كصالح ومحب للبشر. انعم لينا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهر من كل قلق. ارسل لينا ملاك السلام لحصنا من كل شر من كل ضربة من كل تجربة العدو بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبل يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي ليك الآن وكل أوان ظهر الظهور كلها آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء والأرض مسجود له ومجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيى أداء كل خلاص لأجل ما هو في الخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة سهل حياتنا ارشدنا للعمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء وجع قلب أحضنا ملكتك القديسين كأنكم بمعسكرهم محفوظين ومرشدين ونصل لاتحاد الإيمان معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود لأنك مبارك للأبد آمين. وأخينا يا رب وليس بيننا أخينا يا رب نشكرك على نعمتك ومحبتك ورعايتك لينا. نشكرك يا رب على كل عطاياك يا رب التي لا يعبر عنها لأنك يا رب أتيت بينا لهذه الساعة كمل يا رب عملك معانا أعطينا يا رب إن احنا يا رب نكمل حياتنا بسلام في وسط هذه الظروف يا رب الموجودة حوالينا أعطينا يا رب إن احنا نتمتع يا رب بكنيستك المفتوحة لينا دايما بركة وشفاعة العذراء الطاهرة أم النور مريم القديس العظيم الأنبا شنود رئيس المتوحدين شفيع هذا الاجتماع كل مصاف قديسيك والشهداء الذين أرضوك منذ البدء استجيب لينا حينما نقول لك بكل الشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لينا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين لينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن ليك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. أهلا بكم معنا في لقائنا الأسبوعي زي ما احنا متعودين نقول ترتيلة كده مع بعض وبعدين نبدأ مع بعض الاجتماع بتاعنا. اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أميل أذني ارحمني وامسك بيدي ارحمني وامسك بيدي فأنا في حاجة شديدة إلي فأنا في حاجة شديدة إليك ها قد أحاط بي
نهر ثم أحاط بي غمر والعشب التف برأسي والعشب التف برأسي والماء عبر إلى نفسي والماء عبر إلى نفسي. اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمل حزني، ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا في حاجة شديدة إليك، فأنا في حاجة شديدة إليك. فازت من فوق الطيارات وأغرقتني في الضيقات، وكأنك رفضتني، وكأنك رفضتني، واشتهت نفسي تعزيات، واشتهت نفسي تعزيات. اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أميل أذنيك، ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا في حاجة شديدة إليك، فأنا في حاجة شديدة إليك. صلى يونان في جوف الحوت، أصدرت أمرا أن لا يموت، من جوف الهاوية صار، من جوف الهاوية صار، وبالمراحم سمعت الصوت، وبالمراحم سمعت الصوت. اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أميل أذنيك، ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا في حاجة شديدة إليك، فأنا في حاجة شديدة إليك. بصوت الحمد أسبح لك، أعود أنظر هيكلك، لأنك استجبتني، لأنك استجبتني، كل ما في يشكرك، كل ما في يشكرك. اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أميل أذنيك، ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا في حاجة شديدة إليك، فأنا في حاجة شديدة إلي.
أهلا بكم معنا في لقائنا الأسبوعي. كل سنة وانتم طيبين. خلاص يعني الأسبوع ده خلاص اقترب، هو على يونان. أتمنى نكون كلنا عرفنا نحجز في قداسات يونان الفترة دي، عشان كلنا فرصة حتى نلحق قداس، نحاول نتمتع مع ربنا خلال فترة الصوم. وأتمنى برضه نكون انبسطنا مع بعض في اليوم الروحي اللي احنا قضيناه مع بعض الجمعة اللي فاتت. نبدأ مع بعض بقى إيه، نكمل دراستنا في إنجيل معلمنا القديس يوحنا. وصلنا مع بعض لآخر إصحاح، إيه، إصحاح 17. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وتدوم فينا بركته من الآن وإلى الأبد آمين. إحنا وصلنا مع بعض لآخر إصحاح 17. زي ما قلنا إصحاح ده إصحاح جميل قوي ومليان. النهاردة ناخد آخر جزء خالص في الإصحاح، صلاة ربنا يسوع المسيح الوداعية، أو صلاة المسيح الشفاعية عندنا، اللي باين فيها عمق علاقة ربنا يسوع الآب، علاقة الابن بالآب، اللي كلمنا فيها عن علاقة المسيح بالكنيسة وصلاته لأجل الكنيسة ولأجل التلاميذ ولينا. كمان الجزء الأخير هنشوف مع بعض كمان علاقتنا بالعالم. احنا خدنا جزء المرة اللي فاتت، والمرة دي بنعمة ربنا هنكمل من عدد 20. يقول كده هو ربنا يسوع في الصلاة، يقول: لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامكم. طبعا لو رجعنا لعدد 9 في نفس الإصحاح، فاكرين لما قلنا، لما قال من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك. قلنا ساعتها هل ربنا هنا مش بيصلي لأجل العالم؟ لا، هي كانت في الوقت ده بيركز على الطلبة والصلاة لأجل مين؟ لأجل التلاميذ. كان في الوقت ده بيركز على الطلبة والصلاة لأجل التلاميذ. لكن هنا دلوقتي هو بيتكلم بقى لأجل الكنيسة. أسأل من أجل، لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم. بكلام مين دول؟ كلامهم اللي هو كلام مين؟ كلام التلاميذ. يعني بيصلي من أجل إن التلاميذ بعد كده هيقابلوه في الكرازة بتاعتهم، عشان يؤمنوا بكرازة التلاميذ بعد كده. في نفس الوقت ربنا يسوع عاوز يعلمنا حتة كده، إن إحنا كمان نصلي لمين؟ نصلي لأجل كل الناس اللي هم يتمتعوا بالمسيح. طبعا زي ما قلنا المرة اللي فاتت، لما ندوق هنقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. فبالتالي من ضمن عملنا زي ما قال كده المرة اللي فاتت لو فاكرين، لست أسأل إيه من أن تأخذه من العالم بل أن تحفظه من الشرير، وكما أرسلتني أرسلتهم أنا أيضا. يعني في عمل موجود على أولاد ربنا، على التلاميذ طبعا أولا، وعلى الخدام، وعلى كل أولاد ربنا، إن هم أرسلوا للعالم لأجل أن يظهروا المسيح للعالم كله. أفتكر هنا قصتين حلوين قوي. قصة واحد كان كارز في أحد البلاد، وكان ممنوع في المكان ده إن هم يتكلموا على اسم المسيح تماما أو يجيبوا أي سيرة تاني غير الديانة اللي بتعبدها البلد. وبعدين بدأ الإنسان ده يتكلم بحياته وسلوكه، بدأ يأثر في الناس، فالناس تسأله فبدأ يجاوبهم، فقالوا لا، الإنسان ده بيكرز بدين آخر، فأخذوا الإنسان ده وقطعوا لسانه. فبدأت الناس إيه تروح للإنسان ده، يعني تواسيه يعني، إلا إن هو لقوه مبسوط أوي وفرحان، وبدأوا برضه يسألوه طب أنت فرحان كده إيه؟ فبدأ يتعلم يكتب بإيده، فكتب بإيده ليهم، فبدأت الناس كمان تؤمن تزداد أكتر، فأخدوه وقطعوا دي الاتنين شوية، وبدأوا يسألوه تاني، فبدأ يكتب حتى برجليه عشان خاطر يحاول يعلمهم، فأخدوه وقطعوا رجليه، مبقاش عنده حاجة تاني. ولكن جت في ذهن هذا الإنسان فكرة عجيبة أوي، قال لهم خدوني وحطوني في أكبر ميدان عندكم. فحطوه في الميدان ده، فضل قاعد كده، ما فيش بقى لا ايدين ولا رجلين ولا لسان يتكلم بيه، ولكن كانت عينه مرفوعه على السماء وعمال مبتسم وفرحان. فكل واحد معدي يسال الانسان ده ايه حكايته، فيقوله الانسان ده وضعه كذا كذا وحصل كذا، والبلد عملت فيه كده. وبعدين هذا الانسان يشع سلام ويشع فرح. فالحقيقة الناس اللي آمنت بيه في الوقت ده أكتر بكتير بمراحل كتيرة قوي من الناس اللي إيه؟ من الناس اللي آمنت من خلال كلامه أو من خلال كتابته، سواء كان بإيديه أو رجليه. وكأنه الحقيقة ببساطة يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن كلمة ربنا هتوصل، بس لو الإنسان فعلا شبعان بيها يعرف يوصلها.
عشان كده ربنا يسوع هنا بيصلي لأجل إيه؟ لأجل الذين يؤمنون به بكلامهم. صلي من أجل الكل. إنسانة تانية، ست غلبانة كده بسيطة، وبعد انتقالها لقوا أوضتها كده فيها جدران بتاعتها مرسوم عليها خريطة العالم، يمكن كنت قلتها لكم قبل كده. ولقوا إن خريطة العالم دي معمول على بعض الأماكن كده علامة صح، الأماكن اللي دخل فيها الإيمان حديثا. وبالتالي الإنسانة دي ما كانش ليها أي عمل إلا إنها تصلي لأجل انتشار الإيمان في العالم كله. عشان إحنا دايما فاهمين إن الخدمة كلها عبارة عن كلام، لا، ده حقيقي فيه مواهب كتيرة أوي. ربنا يعطي مواهب كتيرة أوي، ممكن يكون حد ما بيعرفش يتكلم خالص زي حالاتي كده، لكن ربنا أحيانا يعمل بمواهب ضعيفة لهذا الإنسان عشان يكرس بيه إيه؟ العالم كله. أخبر باسمك إخواتي الذين يؤمنون بي إيه؟ بكلامهم. هنا طبعا الطلبة دي مش محدودة بس بوقت التلاميذ، لا، ده بتتكلم على كل الأجيال بعد كده. مش كده احنا بنصلي دايما في القداس نقول إيه؟ ومن جيل إلى جيل. نيجي بقى الآية مهمة قوي، يقول لك ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني. الحقيقة ليكون الجميع واحد، ده الكلام ده بيتكلم على مر إيه؟ على مر ظهور الأزمان كلها. إيه الهدف من هذه الكرازة؟ أن يكون فينا وحدانية مع الله. طبعا حاشا، مش وحدانية مع الله في الإيه؟ في الجوهرة، ولا وحدانية معاه في اللاهوت، حاشا. لكن نتكلم إن إحنا يكون لينا وحدانية مع الله. هنا شبهها، قال زي ما أنا وأنت أيها الآب أنا فيا وأنت فيك. تعالوا الأول ناخد الحتة دي الأول، فكرة كما أنك فيا وأنا فيك. هنا الحقيقة دايما إحنا بنقول إيه؟ بنقول دايما باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. يعني إيه الإله الواحد؟ يعني الله واحد ولكن له ثلاث أقانيم إيه؟ متمايزة في العمل. يعني إيه الكلام ده؟ قلنا قبل كده فكرة التمايز ما بين الأقانيم، يعني الآب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس. في تمايز في الأقانيم. مين اللي اتصلب على الصليب؟ هو أقنوم الابن، لأن الله لا يموت، لكنه أخذ جسد قابل للموت ليموت به عوضا عننا. فالآب قلنا هو المصدر، هو زي قرص الشمس، والابن مولود من الآب قبل كل الظهور، هو المسيح، هو الفادي، هو الضوء اللي جاي من الشمس اللي بيخبر عن وجود الشمس. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد في حضن الآب هو خبر، زي ما قلنا في يوحنا واحد في أول الإنجيل. والروح القدس خارج من الآب أو منبثق من الآب زي حرارة الشمس اللي احنا نشعر بيها لكن لا نراها. كل حاجة من دي لها عمل. الضوء ليس هو الحرارة، ليس هو أصل قرص الشمس الموجود قدامنا. زي ما يكون مثلا بنتكلم عن فريق كورة، فاحنا بنتكلم أو مجموعة من البشر بنتكلم عنهم ككل، نقول البشر كلهم كذا، بنتكلم عن شيء معين يخص البشر. معروف ان انا بتكلم عن البشر ككل، لكن كل واحد له تميز معين، كل واحد غير التاني له تميز معين. الانسان نفس وجسد وروح. هل النفس هي الروح هي الجسد؟ الحقيقه لا، كل حاجه غير التانيه، لكنهم كيان واحد، طبيعه واحده وكيان واحد. كما انك انت ايها الاب فيا وانا فيك ليكون هم ايضا واحدا فينا. فينا دي ايه بقى؟ ليكون هم أيضا واحدا فينا، طبعا إشارة إيه؟ للثالوث. كلمة واحدا فينا إشارة إن الله ثالوث، زي بالظبط ما قال زمان كده أيام برج بابل، هلما ننزل ونبلبل ألسنتهم. طب إيه ننزل دي؟ ما إحنا عارفين أن الله واحد، لكن هنا بيتكلم لأن الله ثالوث من البدء، فأتكلم بهذه اللغة، في حين الحقيقة زمان ما كانتش لغة التعظيم دي معروفة، هي لغة نحن فلان عملنا كذا، اللغة دي حين ما كانتش معروفة. طيب نيجي بقى للمعنى المهم اللي ربنا يسوع عاوز يوصله لنا. ربنا يسوع عاوز البشرية كلها يكون لها نفس الحب، بغض النظر عن نوع البشر ايه، جنس البشر ايه، لونهم، حياتهم، شكلهم ايه، لازم يكون فيهم هذا الحب الذي ايه، الذي احببتني فيه، يكون الجميع واحدا. دي هتيجي في اخر آية، عشان كده ايه هنركز على اخر آية دي في الاخر شوية. معلمنا بولس قال ليس يهودي ولا يوناني ولا عبد ولا حر ولا ذكر ولا أنثى، لأنكم جميعا واحدا في المسيح يسوع. هكذا نحن الكثيرين، في رومية 12 يقول كده، هكذا نحن الكثيرين جسدا واحد في المسيح وأعضاء بعضنا لبعض، كل واحد للآخر، كل واحد للآخر.
فالهدف الحقيقة أن يكون الكل كأنهم كيان واحد يقدم لله الآب، كيان واحد لله الآب. عشان كده تلاقوا أن كل الهدف من أسرار الكنيسة ممارستنا لأسرار الكنيسة تعمل إيه؟ تقربنا من هذه الفكرة، هذا المبدأ، فكرة الوحدانية. يقول معلمنا بولس في كورنثوس الأولى 10: فإننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد. عشان كده إحنا بنتناول من إيه؟ من قربانة واحدة، لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد. سمعت قصة مرة جميلة عن بابا كرولوس لما كان بيصلي مع أحد الكنائس الشقيقة معانا في الإيمان، فكان من طقسهم إن هم إيه يحطوا أكتر من قربانة لو العدد كتير. فما سيدنا جه يصلي قال لهم: معلش إحنا متعودين دايما نصلي على إيه؟ قربانة واحدة. ليه؟ لأن المسيح هو واحد وجسد واحد للكل، والهدف إن إحنا نكون جميعنا واحد. فقبلوا الحقيقة وصلوا ساعتها على القداس بقربانة واحدة مع هذه الكنيسة. تلاقونا جوه طقس القداس مثلا في سر الإفخارستية، تلاقونا الهدف كله من إن إحنا نوصل في الآخر إن إحنا نتحد بالمسيح، إن إحنا نكون إيه؟ إن إحنا نكون واحد. يعني بعد التقديس على طول، بعد لما ربنا يقول: وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا وهذه الكأس دما كريما، يقول بعدها إيه بقى في الصلاة في القداس؟ يقول: واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. طيب ليه؟ لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيب وميراث مع القديسين الذين أرضوك منذ الباب. إحنا لما نكون جسد واحد مع بعض هنا هيبقى لينا نصيب في الملكوت، محدش هيفكر فيما هو لنفسه، بل كل واحد يفكر فيما هو للآخر. وقبل ما أبونا يقول في الآخر خالص، في آخر القداس القدسات تعطى للقديسين، أبونا يصلي صلاة سرية كده، تلاقوا الشماس يقول: إحنا رؤساكم من الرب، أو تسقيف فلاس. في الوقت ده يكون أبونا بيصلي صلوات سرية اسمها صلاة خضوع للآب. يقول فيها إيه أبونا؟ يقول: كملت نعمة إحسان ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، اعترفنا بآلامه المخلصة، بشرنا بموته، أمننا بقيامته، وكمل السر. وبعدين يقول إيه؟ نشكرك أيها الرب الإله ضابط الكل لأن رحمتك عظيمة علينا، إذ أعددت لنا أن إيه؟ أعددت لنا ما تشتهي الملائكة أن تتطلع عليه. نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر إيه بقى؟ لكي إذا طهرتنا كلنا توحدنا من جهة تناولنا من أسرارك المقدسة. الهدف إحنا نتناول ليه؟ توحدنا من جهة تناولنا أسرارك المقدسة. عشان كده تلاقونا نقول: لو واحد متخاصم مع حد ما ينفعش يتناول. ليه؟ لأنه كسر هذا الرباط الواحد، كسر هذا الرباط الواحد، هيجي إزاي يتناول من الخبز الواحد مع أخوه؟ لكي نكون مملوئين من روحك القدوس ثابتين في إيمانك الأرثوذكسي. إيه الهدف؟ نحن يكون لنا هذا الإيمان الواحد عشان نوصل بيه للسماء. في سر زيكا كلكم عارفين الآية المشهورة: ذلك يتق الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ليكون الاثنين إيه؟ جسدا واحدا. إذا الأسرار تقودنا إلى إيه؟ أن نكون جميعنا واحد. ده طبعا مش هيتم غير لما يكون لنا إيه؟ إيمان واحد، زي ما قلنا من شوية: ثابتين في إيمانك الأرثوذكسي، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. يعني لازم على هذا الإيمان. وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، طبعا مش مجد اللاهوت حاشا، لكن يقصد بها المجد ده إيه؟ زي ما علمونا كده الأباء القديس يوحنا الذهبي الفم، قال المجد ده هو السلطان والمواهب اللي ربنا أعطاه للتلاميذ والرسل، وهم بعد كده أعطوه للكهنوت بعد كده لكي ما يكملوا الكرازة بعد كده. فبالتالي يكون فيهم: قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، عشان نشترك مع الله في العمل الخلاصي بالكرازة بالمسيح في العالم كله. إيه الهدف من إعطاء هذا المجد؟ هو الوحدانية. عشان كده يقول إيه؟ ليكون واحدا كما أننا نحن واحد. طبعا ربنا أعطانا كل ده عشان إيه؟ عشان نكون واحد معاه، يكون تفكيرنا متقارب لتفكير الله في خلاص كل إنسان، أن يخلص كل إنسان. أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد. أنا فيهم وأنت فيا. طب أنا فيهم وأنت فيا معناها إيه؟ أنت فيا خلاص تهمين. طب أنا فيهم إزاي؟ من خلال الإيمان بيا
من خلال المعمودية، من خلال سر النيرون، نصبح إيه؟ نكون إيه؟ هيكل الروح القدس ساكن فينا. من خلال التوبة المستمرة باستمرار، المسيح يبقى فينا. من خلال الإفخارستية، يكون فيا وأنا فيه. من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا وأنا فيه. فبدأ ربنا يسوع يرتفع بمستوى الوحدانية إلى حقيقة مهمة أوي، فكرة أنا فيهم. أنا فيهم يعني أنا يا رب تجسدت. أنا تجسدت بهذه البشرية، بالصورة البشرية دي، بجسدي، عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر أموت وأذبح عنهم. وأنت في بمجد لاهوتك. زي ما بنقول بالظبط كده في إبصارية الجمعة، هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. فالمسيح عمل إيه؟ عمل هذه الوحدانية أو هذا الصلح ما بين السماء والأرض، ما بين الأمم وبين اليهود لما اتصلب على الصليب. زي ما يقول كده القديس أثناسيوس، لما اتصلب على الصليب إيه كان يكذب بيه الأمم وبإيد يكذب بيه اليهود، عشان نصير جميعنا إيه؟ واحد. عشان نصير جميعنا واحد. وصار ربنا يسوع شفيعاً كثارياً لله الآب. عشان كده هو يقول إيه؟ أنت في ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. إيه الهدف من كل ده؟ إن الناس تدرك عمق محبة ربنا ليها. الناس تدرك عمق محبة ربنا ليها. قول لأي واحد ربنا بيحبك، قال له إيه؟ بيحبني قوي، عمل وعمل وعمل، حلو قوي، بس إيه هو عمق هذه المحبة؟ لما نخضع لوصية ربنا نصير واحد ونتذوق محبة ربنا صح. عشان كده هو الوحدانية دي لا يمكن أن الإنسان يتذوقها إلا لما يلزق في المسيح، يخضع لوصية ربنا الموجود. عشان كده الحقيقة يعني من عدد 20 لعدد 23 ركز قوي على فكرة الوحدانية اللي ربنا نفسه أنها تكون موجودة فينا. ساعتها الإنسان يقدر يدرك فعلا قد إيه ربنا بيحب البشرية دي كلها. فكرة هكذا أحب الله العالم دي إحنا مش عارفين ندخل جواها قوي. يعني مرة أحد الآباء قال يعني إيه كلمة هكذا أحب الله؟ هكذا دي معناها إيه؟ قال لك هكذا دي معناها كده، أهو كده، بالطريقة دي، بالشكل ده، بالحب ده، بالبذل ده، بالصليب اللي ربنا يسوع المسيح طلع وسلم نفسه عليه. طب نرجع زي للوحدانية دي، احنا بقى سامعين بقى في انشقاقات كتيرة وفي طوائف وهيصة وغيره. الحل الوحيد الإنسان يبدأ يخضع لوصية ربنا، يبدأ يمسك فعلا الإيمان السليم ده من خلال كلمة ربنا اللي موجود. يعني لا يوجد شيء في خلافات موجودة إلا وقتل بحثا في آيات الكتاب المقدس، وكانت الكنيسة عايشة به من الإيمان الأول ومن العصور الأولى. أي شيء فيه خلاف دلوقتي تعالوا نبص عليه في العصور الأولى، كان الآباء الرسل عايشين إزاي؟ ما قبل مجمع خلقدونيا والانشقاق، وما قبل المجامع كلها كانت الكنيسة عايشة إزاي؟ كانت عايشة بهذا الإيمان. أقول لك لا، ما فيش حاجة اسمها قداس، ما فيش حاجة اسمها كده. أقول له طب هي الكنيسة زمان عاشت إزاي؟ ما بعد المسيح الكنيسة عاشت إزاي؟ بارامورس ما كان موجود فين؟ ما هو كان بيكرس في اسكندرية وخدوه كده وهو بيصلي القداس وسحل في شوارع اسكندرية. طب ما كان بيعمل ايه؟ ما كان بيصلي قداس. مش ده احد تلاميذ ربنا يسوع؟ عشان كده مهم قوي الانسان ينزل عن فكره شويه، ما يفلسفش كل امور، يرجع تاني للكنيسه ولوصيه ربنا عشان يتمتع بهذه ايه؟ بهذه الوحده، ويذوق فعلا محبه ربنا. عدد 24: ايها الاب اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون معي في ملكوتي. تعالوا بقى نرجع كده في عدد 17 لو فاكرين، كان اول طلبه قال ايه؟ قال قدسهم في حقك، كلامك هو حق. يبقى اول طلبه كانت ايه؟ ان احنا نصير قديسين، وان احنا نكون هيكل الروح القدس يسكن فينا. قدسهم في حق، يعني تقديس التلاميذ وفي نفس الوقت يتكلم عننا احنا كمان. وبعدين عدد 21 اللي فات لو فاكرين قال ايه؟ اعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكون واحدا كما أننا إيه؟ واحد. يعني فكرة الوحدانية والاتحاد مع بعض عشان نقرب للمسيح. عدد 24 هنا يأكد بقى على فكرة دوام الوحدانية دي إزاي؟ أن يكونوا معي في ملكوتي. أن يكونوا معي في ملكوتي. فين فكرة الأربانة؟ لشمعنى الأربانة مدورة؟ مش ممكن نعملها مربعة أو مستطيلة أو مثلث حتى؟ فكرة الأربانة مدورة
عشان تشير إلى هذه الوحدانية. يعني إيه هذه الوحدانية؟ المسيح هو سنتر الأوربانتي، هو مركز الأوربانتي. كل ما نقترب لبعض أكثر، كل ما نقترب إلى إيه؟ إلى سنتر الدايرة دي اللي هو المسيح. فبالتالي كل لما نقرب من بعض ونحب بعض أكثر، كل ما نقترب إلى إيه؟ إلى المسيح اللي هو مركز هذه الدايرة أو مركز حياتنا كلها. أعلى بقى، أعلى طلب لأجل المسيح، هدف كل ده إيه؟ نفسي أن يكونوا كلهم معي في ملكوتي. خلي بالنا كلمة أريد مش أسأل، إن أسأل دي معناها إيه؟ يعني طبعاً كلمة أريد أقوى شوي، أريد يعني إيه؟ يعني نفسي مشتاق، لكن أسأل يعني إيه؟ ياريت، ياريت وخلاص. لكن فكرة إن أنا أريد، إن أنا فعلاً نفسي إن كل هؤلاء يخلصوا تماماً. فاكرين لما اتكلمنا عن يهوذا المرة اللي فاتت، وجبنا سيرة يهوذا، المشكلة إن كان يهوذا مرتبط بفكره هو، عشان كده فصل نفسه. لكن المسيح ما كانش عاوز كده، المسيح ما كانش عاوز كده، قال له كتير وحذره أكتر من مرة. فكرة إن فعلاً يكونوا قريبين قوي مني، هيتمتعوا قوي معايا وبرعايتي. حلو، واحد قاعد جوه حضن المسيح، في تعب، في ألم، في اضطهادات، في كل ده هيكون موجود، ولكن كل ده هيكون سهل قوي لما المسيح يكون معايا فيه، لما المسيح يكون معايا فيه. زي ما معلمنا بولس قال في كورنثوس الأولى 12، قال كده، هو قال إن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. جميع الأعضاء تفرح معه. شايفين قد إيه بقى مستوى الفرح؟ يعني تخيلوا كده لقاءات القديسين مع بعضهم، أنبا بولا متقابل مع الأنبا أنطونيوس، إيه الحوارات الجميلة اللي كانت ما بين الاثنين؟ يعني إيه الحوارات الجميلة اللي كانت ما بين هؤلاء القديسين؟ لينظروا إيه؟ لينظروا مجدي. إيه لينظروا مجدي؟ يعني نفسي فعلا يكونوا معايا ينظروا مجدي، يتمتعوا معايا بالمجد ده في السماء. طبعا كلمة ينظروا مجدي دي كلمة كبيرة قوي. يعني يوحنا الرائي لما شاف الرؤية وشاف منظر ربنا يسوع، نجيب لكم النص بتاعها، يقول في وسط السبع مناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين، متمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، وأما رأسه شعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه نحاس نقي كأنه محميتان في أتون، وصوت كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب. منظر مهيب جدا. طب في الآخر يقول إيه بقى؟ يقول في رؤيا 1:17 إيه؟ فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت. منظر رهيب جدا، منظر مجد المسيح. لما شافوا بطرس ويعقوب يوحنا على جبل طابور في التجلي، قالوا الله، خلينا بقى هنا، اعطي يا رب ان نصنع 3 مظال، خلينا قاعدين في هذا المكان وهذا المجد. لانك احببتني قبل انشاء العالم. طبعا ايه وده بيأكد هنا فكره ازليه الابن، انه مولود من الاب قبل كل الظهور، او موجود قبل بدء العالم كله. هي دي حاجه الطلبه اللي كان ربنا يسوع نفسه فيها، ان احنا نكون معاه بقى، نكون معاه ايه؟ نكون معاه الى الابد، الى الابد. أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك، وأما أنا فعرفتك، وهؤلاء على التلاميذ عرفوا أنك أنت أرسلتني. العالم لم يعرفك. الحقيقة يعني ما قبل مجيء المسيح كان العالم كله يعرف إيه عن ربنا. العالم كله ما كانش يعرف ربنا. هتقول لي طب حتى اليهود؟ هقول لك اليهود صح، ربنا اختارهم وميزهم عن العالم عشان يكونوا شعبه وخاصته، ولكن بالرغم من كل ده لم يدخلوا إلى معرفة الله بالحقيقة. يعني كانت كلها شوية معرفة إيه؟ نظريات، أن موسى موجود، فرائد موجودة، لكنها كانت معرفة إيه؟ معرفة نظرية قوي، مش معرفة عملية. طبعا معرفة الابن بالآب هي معرفة أزلية، مش دي اللي نتكلم عنها، لكن بتكلم على فكرة عرفتهم اسمك وعرفهم ليكونوا فيهم الحب الذي أحببتني. معرفة الله بالنسبة لنا إحنا كانت إيه؟ كانت الحقيقة للبشر يعني ما كانتش موجودة بهذا الشكل. إيه البشر كانوا عبارة عن إيه؟ كانوا يا إما يهود يا إما أمم. اليهود
يعرف ربنا معرفة ولكنها معرفة ناقصة، معرفة ناقصة. أما الأمم فكانوا شكله كانوا يعرفوا ربنا عن طريق إيه؟ ما يعرفوش ربنا، كل اللي يعرفوه إنه ممكن يكون في إله في الكون، ممكن يكون الإله ده في شكل بقى وثن. طب إيه هو؟ ممكن نعبده، نعبد الشمس، نعبد القمر، نعبد أي حاجة، حاجة من الحيوانات، أي حاجة ليها قوة تبقى هي دي إيه الإله اللي نعبده. عشان كده كان من ضمن أهداف تجسد ربنا يسوع المسيح إنه كمان إيه؟ إن العالم يعرف الله أو يقترب إلى الله. عشان كده تلاقوا دايما كانت الكرازة أو الرسالة يقول طوبى لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، طوبى لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. أما الحقيقة الناس ما كانتش عايزة تقبل ده، يعني في يوحنا 14 قال لهم لستم تعرفوني لأنكم لو عرفتموني لعرفتم أبي، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. بيتكلم عن إيه؟ ما هو جاي يخبر عن الآب. لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا في يوحنا 8. الله لم يره أحد قط الابن الوحيد في حضن الآب هو خبر. يبقى هو خبر عن إيه؟ عن الله الآب، عشان الناس تعرف ربنا. عرفتهم اسمك، أنا بقى كملت يا رب هذه إيه؟ هذه الرسالة. عرفتهم اسمك وسأعرفهم. يعني معرفة الله دي معرفة إيه؟ ممتدة لا تنتهي، مش بس ما بعد المسيح ما يجي وتصلب، لا ده بعد كده الروح القدس هيجي يسكن في الكنيسة ويسكن فينا. عشان إيه؟ متى جاء ذاك فهو يعلمكم ويخبركم بكل ما قلته لكم، يذكركم بكل ما قلته لكم. فتفضل معرفة الله دي معرفة إيه؟ ليها بعد كبير قوي. يقول عنا معلمنا بولس ما هو العرض والطول والعمق لتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. إيه العمق بتاع هذه المحبة؟ فعشان كده ما يجيش انسان يقول الحمد لله انا عرفت وانا كويس بعمل كذا وكذا، اقول لك لا استنى، في عمق لمعرفه الله. قول لي انت وصلت لفين لمحبه ربنا؟ تقول لي بحب ربنا وبصلي وبصوم، اقول لك لا معلش لسه في عمق تاني جوه الانسان ما جابوش. انا قريت اغسطينوس في مره قاعد يفكر عاوز يفهم حكمه الله وكيفيه تدابير الله للعالم وللكون ومحبته، والموضوع ده كان شغله قوي عمال يفكر فيه. فالقصة المشهورة بتاعته كان ماشي يقول على الشاطئ، فشاف طفل عامل حفرة على البحر، عمال يجيب مية من البحر ويحط في الحفرة، يجيب مية ويحط في الحفرة كل شوية. فاقترب منه وقال له انت بتعمل ايه؟ قال له عاوز احط البحر ده كله في الحفرة. فابتسم قال له ازاي، ما مش هينفع تحط البحر كله ده في الحفرة دي ازاي؟ فبص له كده وابتسم قال له انت ازاي تحط ربنا كله في عقلك الصغير ده؟ صعب توصل لإيه؟ لكل هذه المعرفة. ولكن اسعى تاخد على قد ما تقدر. أيوب الصديق كان فاكر نفسه عارف ربنا كويس أو بينفذ الوصية تمام، وفعلا أيوب كان شاطر قوي بشهادة ربنا يسوع نفسه. لم يوجد مثله على الأرض في الوقت ده، ويقال حسب التاريخ أن أيوب كان يعيش في عصر أبينا إبراهيم، يعني كان مشهود له إيه؟ فعلا. ولكن لما دخل شوية التجارب دي بدأ أيوب إيه بقى ما استحملش. حتى أن أيوب جه في الآخر خالص قال له أسألك فتعلمني. إيه أيوب؟ قال له بسمع الأذان سمعت عنك والآن رأتك عيناي، لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. أنا كنت فاكر أن أنا أعرفك كويس، أتريني إيه؟ أتريني لسه. ساعات تيجي المشاكل والتجارب كده حوالينا عشان الواحد يعمل إيه؟ يختبر نفسه صح. مالنا بولس يقول جربوا انفسكم هل انتم في الايمان، امتحنوا انفسكم. فتيجي ساعات مشاكل او ضيقات او حاجات الواحد يبدا يشوف فيها نفسه، يا ترى فعلا انا ماسك في ربنا؟ هل كنت فاكر نفسي كويس؟ كنت فاكر نفسي عندي محبه، لكن لما اختلفت مع حد حواليا المحبه راحت وضعفت، يبقى انا فعلا كان عندي محبه ولا لا؟ عشان كده لقول كمان رايت منتهى اما وصاياك فايه، او حدا يعني اما وصاياك فايه، فواسعه جدا. وصايا ربنا دي ليها عمق كبير قوي. عشان كده تيجي المشاكل احيانا عشان الانسان يختبر نفسه، تيجي التجارب الانسان يختبر نفسه، يجي التعب والالم والمرض احيانا والضيقات عشان الواحد ايه يشوف فعلا هل انا فعلا اعرف ربنا صح ولا لسه محبه الله عندي ايه، او معرفه الله عندي لا تزال ناقصه شويه. عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني وأكون أنا فيهم. عشان كده اللي يعرف ربنا لازم يكون ممتلئ بالحب،
ليكون فيهم الحب الذي أحببتني وأكون أنا فيهم. إذا واحد ما فيهوش هذه المحبة، إذا واحد ما فيهوش هذه المحبة، يبقى حقيقة ما يعرفش ربنا. يعني هو معلمنا يوحنا اللي بيقول كده. لو جينا لمعلمنا يوحنا في رسالته الأولى، أخذ الحتة دي واستفاض فيها قوي شرحا. يعني في رسالته الأولى أصحاح 2 قال: أيها الإخوة، لست أكتب ليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة كانت عندنا من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء، وأيضا وصية جديدة أكتب إليكم. في بقى وصية جديدة، في وصية جديدة لسه ما نعرفهاش. قال: ما هو حق فيه وفيكم؟ أن الظلم قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. إن المسيح جه، معنى إن المسيح جه إن إحنا لازم نعرفه صح. من قال أنه في النور في المسيح وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. يبقى ما تقولش إن أنت تعرف ربنا صح لو لسه ليك زعل مع حد حواليك يبغض أخاه. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة، أما من يبغض أخاه فهو في الظلمة ومن الظلمة يسلك وفي الظلمة يسلك ويعلم إلى أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. استغرب أوي لما يجي واحد يقول لأبونا فلان ده أنا مش عارف مش طايق، أنا يعني ممكن أشوف أمشي الناحية التانية أشوفه كده أتعفر أتضايق، يقول لك معلش في حاجة كتيرة أوي وقع منك، حاجة كتيرة أوي وقع منك. معرفة ربنا زمان كانت عند اليهود محدودة أوي، إيه هي؟ تحب قريبك وتبغض عدوك، على قدهم، على قدهم قبل ما يجي المسيح. لكن ربنا يسوع لما جه قال الحقيقة، لا مش هو، مش هي دي الوصية المطلوبة. أنا جيت عشان أعرفكم الوصية المطلوبة صح هي إيه. أنت سمعت أحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم إيه؟ أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسؤون إليكم ويضطهدونكم. ليه؟ لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأبرار، على الأشرار والصالحين، ويمطر على الأبرار والظالمين. عايز يكون فيك محبة ربنا، لازم تحب الكل. لأن إن أحببتم الذين يحبونكم فإيه؟ فأي فضل لكم؟ فإن العشرين أيضا يفعلون هكذا. إن سلمتم على إخواتكم فقط فأي فضل تفعلون أو أي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم أيضا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. هتقولي طيب بس أنا نفسي مش جايباني، يعني ساعات الواحد يقول لك أنا مش قادر مش قادر. أقولك طيب ماشي، لو أنت مش قادر بقى نعمل إيه؟ لو أنت لسه شايل قوي إلى هذا الحد تعمل إيه؟ نمرة واحد، إلزق في ربنا قوي عشان قلبك يوسع. فاكرين صلاتي عبيس قال له إيه؟ قال له: ليتك تباركني وتوسع تخومي، تخومي حدودي، يعني خلي القلب يوسع شوية، مش عارف يبلع الحاجات دي، يوسع القلب شوية. وانت بتصلي او انت بتقدم صوم قول له: يا رب ارحمني وشيل عني ما ده ضعف فيا. لما تعمل كده الحقيقة تكتشف ان انت ايه؟ ان انت فعلا ضعيف. ساعات الواحد يقول لك اصل انا عندي حق، وعمل وعمل وعمل، ازاي انا يعني اتعامل كده عادي وغيري؟ اقول لك لا معلش، انت اللي ضعيف. تكتشف ان انت ضعيف ازاي؟ ان انت مقصر ازاي؟ لما تصلي وتطلب من ربنا تمسك فيه بقى تقول له: يا رب اعمل حاجه، ما مش هينفع كده. لما تقرا الانجيل كتير وتمسك في وصيه ربنا هتلاقي الوصيه تعمل ايه؟ مرايه تكشفك، زي ما احنا نقرا مع بعض الانجيل سوا اهو. هتعمل ايه الوصيه؟ تكشفني ان انا فعلا مقصر، مقصر وعندي حتت كره مش حلوه، وده مش حلو، ده ممكن يضيع مني ابديتي. ساعتها ايه اللي يحصل بقى؟ ساعتها بقى المحبه تبدا تدخل جوايا، لأن محبة الله، محبة ربنا قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. زي ما قال معلمنا بولس في رومية 5:5، انسكبت في قلوبنا. يعني إيه؟ نرجع تاني للآية: يكون فيهم الحب الذي أحببتني وأكون أنا فيهم. أكون أنا فيهم يعني إيه؟ يعني المحبة الإلهية دي تملى الواحد من جواه، تملى الواحد من جواه. هتتملي إزاي؟ ربنا هيديهاني لما انا بقى ايه؟ اكون فعلا عاوز وبحاول على قد ما اقدر. الانسان اللي اتعود من صغره على الانانيه وعدم المحبه زي الطفل، لما الطفل يتعود من صغره انه ما يديش، هيطلع ايه؟ صعب قوي، صعب قوي، عنيف جدا مع كل الناس اللي حواليه. المسيح احب كل البشر، احبهم الى المنتهى. هل احنا محبتنا كده الى المنتهى؟ يعني مهما يعمل أفضل أحبه؟ هل
المسيح حبنا وحط كده حدود معينه للحب، ولا قال اذ واذ نحن بعد خطاه مات المسيح من اجلنا؟ حبنا على ايه واحنا بعملنا كده واحنا بخطايانا كده؟ طب ليه انا مش قادر اقبل الناس اللي حواليا؟ اكون فيهم، اكون فيهم دي معناها ايه؟ معناها صورتي او صوره المسيح تبان فيا، صوره المسيح تبان فيا. عمق علاقتنا بربنا ان المسيح نفسه يسكن فينا وصورته تبان علينا، وصورته تبان علينا. احنا فعلا لم ندرك من محبه الله لينا الا قليل القليل، لكن كل ما احنا نتجاوب مع محبه ربنا دي ونحاول نوسع قلبنا شويه هيبان صوره ربنا فينا اكتر، هتبان صوره ربنا فينا اكتر. ياما ناس كتير قوي تعرضوا لتعب كتير قوي وألم واضطهادات وظلم وغيره وغيره، لكن لما بدأوا يتقبلوا ده أو في أول مرحلة وبدأوا إن هم ياخدوا خطوة سنة كمان لقدام، يبدأوا يصلوا لأجل الناس اللي حواليهم، بدأ قلبهم يفتح شوية وبدأوا يقدموا ليهم كمان محبة. حتى الناس دي استغربت، قالت الله طب أنا بعمل كل ده وقصاده ده وأنا بتعبك زيادة وأنت بتحبني زيادة إزاي؟ عشان كده صح، ده صح جميل قوي، يعوزنا الوقت ان احنا نتكلم فيه كتير قوي. اتكلمنا فيه عن محبة ربنا يسوع المسيح للكنيسة، محبته للتلاميذ، محبته لينا. اتكلم فيه عن طلب ربنا يسوع المسيح من اجل خلاص العالم كله، من اجل كرازة التلاميذ. قال لنا في ازاي المسيح يعيش في العالم، ان المسيح في العالم زي ما قلنا المرة اللي فاتت مختلف عن الدنيا اللي حواليه، لأنه عايش في غربة هنا على الأرض، ولأنها مختلف فبالتالي هو مرفوض من العالم، العالم مش هيقبله إنه يعيش فعلا كده بهذا الشكل. إنسان عايش كويس أيديال يعني زي ما كان ربنا يسوع المسيح موجود على الأرض، ولكن الحال مش إنسان ينعزل، لابد أن يكون موجود في العالم لأن له رسالة. مختلف، ليس من العالم كما أنا لست من العالم، مرفوض، العالم أبغضهم في عدد 14، موجود، لست أسأل أن تأخذه من العالم، وله رسالة مهمة، كما أرسلني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. نعمة ربنا نقابلكم بقى في قداسات يونان إن شاء الله، ونصلي مع بعض حتة صغيرة كده من ختام السوتيكيات. تعالوا نصلي مع بعض. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. مرحمك يا إلهي غير محصى وكثيرة جدا، هي رافتك قطرات المطر، محصى عند جامعها ورمل البحر، كان أمام عينيك فكم بالحري، خطايا نفسي هذه الظاهرة أمامك يا ربي، الخطايا التي صنعتها يا ربي لا تذكرها ولا تحسب آثامي، فن العشار اخترته والزانية خلصتها واللص اليمين يا سيدي ذكرته، وأنا أيضا خاطي يا سيدي علمني أن أصنع توبة، لأنك لا تشاء موت الخاطي مثل أن يرجع وتحيا نفسه. ردنا يا الله إلى خلاصك وعاملنا كصلاحك، لأنك أنت صالح وراح، فلتدركنا رأفتك سريعا، ترأف علينا كلنا أيها الرب الإله،
مخلصنا ورحمنا قاضي رحمتك هؤلاء اذكرهم يا سيدنا المسيح كن في وسطنا صريخا قائلا سلامي أنا أعطيكم سلام أبي أنا أتركه معكم يا ملك السلام أعطينا سلامك قرب لنا سلامك واغفر لنا خطايانا حرك أعداء الكنيسة وحصنها فلا تتزعزع إلى الأبد عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه الصالح والروح القدس يباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا واجعلنا يا ربي مستحقين أن نقول لك بكل الشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين محبة الله الأب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكون مع جماعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جماعكم